ودخل صلى الله عليه وسلم المسجد فصمت الجميع، وبدأ رسول الله في شرح الأمر للمسلمين من اتحاد قريش وقبائل اليهود وغطفان وكنانة والأحابيش وغيرهم، ونيتهم في الإغارة على المدينة وغزوها. وطلب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدلي كل من الحاضرين برأيه. يا رسول الله، ليست هذه هي المرة الأولى نفعل كما فعلنا في بدر وأحد، نخرج إليهم ونبادرهم بالهجوم قبل أن يصلوا إلينا. أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمر يختلف هذه المرة، فالقبائل المتحالفة كثيرة، وبعضها يجاور المدينة، فإذا خرج المسلمون لملاقاتهم قد يحيطون بهم من كل جانب ويغزون المدينة. إذا ندافع عن المدينة بكل ما أوتينا من قوة. يا رسول الله، هل لي أن أقول ما لدي؟ فأذن رسول الله لسلمان الفارسي بالحديث. لقد عشت سنوات من عمري في بلاد فارس، وتعلمت منهم فنون الحرب والقتال، فإنهم حين يتكالب عليهم الأعداء ويلجأون للدفاع كانوا يتخندقون، فلنتخندق نحن أيضا ونحفر خندقا حول المدينة يحول بين الغزاة وبيننا. ما هذا الذي تقوله يا سلمان؟ إن هذا أمر غريب لم نعهده في حروبنا من قبل. ولكن ما قاله سلمان قد لاقى صدى طيبا لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال إن الحرب خدعة. وما قاله سلمان الفارسي يعتبر أمرا جديدا قد يصنع مفاجأة لدى أعداء الله. هل علمت بأمر ما قاله سلمان الفارسي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر ذلك الخندق حول المدينة؟ نعم، وقد وافق الرسول على ما قاله سلمان، وبدأ العمل في حفر الخندق منذ أمس، وأنا ذاهب للمشاركة في الحفر. المدينة كلها تشارك في حفر الخندق. وكثيرا ما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين الذين يحفرون الخندق إلى تناول الطعام بمنزله، وكان مكونا من كسرات من الخبز وبعض التمر. حتى أتم الله نعمته على المسلمين واكتمل بناء الخندق. من بالخارج؟ أنا حيي بن أخطب النضري. ماذا تريد يا ابن أخطب؟ مرحى يا كعب، أهكذا تستقبل ضيوفك؟ أنا أعلم ما أتى بك إلى داري، وليس لي رغبة في الحديث فيه. ارحل يا حيي، فبنوا قريظة على عهد مع محمد ولم أرى فيه إلا وفاء وصدقا. افتح الباب يا كعب، ما هكذا يكون الحديث. يا سيد بني قريظة، أهكذا تعامل ضيوفك؟ أنا أعلم بأمر قدومك يا ابن أخطب وما تريدون. لقد تحالفتم مع قريش وبني سلي وغيرها من القبائل والأحزاب، وتريدون من بني قريظة أن تنقض عهدها مع محمد حتى تضمنوا محاصرته
ونجاح غزوتكم للمدينة. وماذا يضيرك في هذا يا كعب؟ قلت لك إن لي عهدا مع محمد، ولم أرى فيه إلا وفاء وصدقا، فلماذا أنقض عهدي معه؟ لأنك تنتمي إلينا، ولأن محمدا خطر على بني قريظة، كما كان خطرا على بني النضير وخيبر. محمد هو عدونا الحقيقي، وبنهايته ننعم جميعا بالراحة والكثير من الغنائم. ولكن إن ملكك يا كعب وأمان قومك بني قريظة هو في انضمامك لنا ونقض عهد محمد. معنا ستبقى ملكا، أما مع محمد فأنت لا تأمن جانبه أبدا. وماذا لو خرج محمد منتصرا في حربه معكم؟ هل تعلم ماذا سيفعل في بني قريظة؟ يا رجل، جيوش قريش وبني النضير وحلفائهم ويخرج سالما؟ سينهزم محمد شر هزيمة، وسنحصد نحن كل الغنائم. ما قولك؟ أأنت معنا أم على عهد محمد؟ مع هل تعلمون لماذا طلب رسول الله مقابلتنا؟ لا أدري يا سعد، لقد أخبرني البعض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبك أنت وعبد الله بن رواحة وأنا معكم لمقابلته بالمسجد. يبدو أن في الأمر شيء ما. سنعلم يا ابن رواحة. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، وجلس مع سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعبد الله بن رواحة، وأخبرهم بما يريد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجال الثلاثة إنه أتم بناء الخندق، وأصبحت المدينة مؤملة تماما من أي غزو إلا في المنطقة المجاورة ليهود بني قريظة. وقد تواترت الأنباء أن كعب بن أسد القرظي سيد بني قريظة قد